والحرب كانت فرصة. صحيح، اذا هو واقف على سلاحه ولد واقف على سلاحه تبين الشجاع. فان شاء الله ما بيكون عندنا من حد من عندنا متخاذل او نقص من قوه الشباب. الواحد الشخص اللي يتراجع ينزل من معنويات الجميع. صحيح، فالجميع يجب ان يكون متكاتف. اذا شاف خلل فربيع يساعده. الشباب المدربين هنا تحت امركم وبيكونون معاكم في القتال. يعني صحيح ان احنا بندربكم ولكن بنكون معاكم في القتال في الارض، ما بنكون من بعيد. لا، احنا ما نكون بعيد، احنا دائما في الامام. واذا ما بتقاتلون احنا بنقاتل. عرفتوا كيف؟ واحنا قاتلنا وعارفين انكم ان احنا قاتلنا في الارض. صحيح، معاكم اليوم ان شاء الله بنكون اكثر معاكم. بين قاده معاكم، بين تسليح، بكل حاجه. فنحتاج منكم الاجتهاد، بذل كل جهد، تعاونوا، اخذوا من المعلمين المدربين كل حاجه. اللي ما تعرف تكلم معاه اخوانكم، تكلم معاه، قول له انا ما فهمت، عيد لي مره ومرتين. الوقت ضيق ولكن بجهدكم وجهد المدربين ان شاء الله نوصل الى نتيجه طيبه ان شاء الله. الله يوفقكم. انا موجود هنا ان شاء الله اليوم وبكره الجمعه والسبت ان شاء الله. ويوم السبت بيجون القاده من نسوي البروفات على تنفيذ الهجوم ان شاء الله على المطار وعلى عدن بالكامل. ان شاء الله ما نوصل العيد الا نحررها عدن. نعم، واذا حررتوا عدن انا بخطف فيكم العيد. علي خطبه العيد علي. بس ان شاء الله حرر عدن قبل العيد ان شاء الله. ان شاء الله نبذل الجهد. لازم نعرف بان قتالنا مع عدو ضعيف، عقيدتنا اقوى عنه.